أخ محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو على العمل الجبار، وأول مرة في محافظة شبوة تولع الكهرباء خلال 24 ساعة، وهذا يعتبر إنجاز كبير، حيث المواطنين كان عندهم فرحة لا تذكر ولا توصف على مستوى المحافظة، حيث هذا الإنجاز يعتبر إنجاز أول محافظ على مستوى المحافظة يقوم بهذا الجانب. بالنسبة لكهرباء شبوة كما اطلعنا سابقا كانت تبع شركة جريكو، وكانت دورها ضليل جدا، واليوم الحمد لله آخر لقاء مع المحافظ قبل 3 أيام، لأن الكهرباء الآن جزء أكبر جزء تابع للسلطة للمحافظة، وهذا الشكر الثاني للأخ محمد صالح عديو بفصل شركة جريكو وأصبحت المؤسسة تابعة للدولة، وهذا نتقدم بالشكر والتقدير باسمي واسم أبناء محافظة شبوة الجزيل للأخ المحافظ محافظة شبوة، ونقول له ألف شكر، ونتمنى كل يوم نشوف إنجاز آخر وإحنا معك قلبا وقالبا. الكهرباء ممتازة الآن يعني تقريبا 24 ساعة، وأشكر يعني المحافظ على ما بذله من جهود وجزاهم الله خير. بالنسبة لخصوص التيار الكهربائي في شهر رمضان الكريم، نحمد الله ونشكره في محافظة عتق، الآن تقريبا 24 ساعة شغال، والحمد لله والشكر لله على نعمة الله. هذه نعمة يعني أكبر نعمة على المواطن، ومن حق المواطن وأقل حقوقه أنها تشتغل الكهرباء 24 ساعة. ونشكر جهود الأخ المحافظ والأخوة في الكهرباء، نسأل الله أن تستمر، والمواطن عليه أن يدفع، المواطن عليه أن يدفع يعني فواتير الكهرباء وفواتير الماء لأجل الاستمرار، وهذا برضه حق على المواطن نعترف به وحاضرين، ونسأل الله أن تستمر الكهرباء في محافظتنا. والله ساعدتنا كثير كثير، ووفرت علينا الكثير من الأموال. نحن كنا للأسف يعني المواطن ما يقدر ينزل السوق أو الشارع إلا في أوقات معينة، الآن الحمد لله ممكن ينزل 24 ساعة يكون الزبون موجود في السوق بسبب التيار الكهربائي متوفر.